بدر الركابي من قناة التغيير الفضائية. دولة الرئيس، علمنا بأنكم اليوم أعلنتم عن مقررات وقرارات ضمن جلسة اليوم تهم الشعب العراقي، وتحدث عن قرارين أو فقرتين الخاصتين بزيادة رواتب المتقاعدين ب 100,000 دينار لمن يتقاضون راتب 1,000,000 أو أقل من ذلك، بالإضافة أيضا إلى مخصصات مقطوعة بنسبة 50% للدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة. إذا ممكن دولتك تحدثنا تفاصيل أكثر حول هذه القرارات، ومتى سيتم المباشرة بتنفيذها، وماذا ستليها أيضا من قرارات أخرى. شكرا جزيلا. طبعا هذا اليوم واحد من القرارات المهمة اللي اتخذها مجلس الوزراء. السيدات والسادة أعضاء مجلس الوزراء مشكورين، تفهموا حجم المعاناة الكبيرة للفئة محدودة الدخل من صغار الموظفين والمتقاعدين. هذا الملف الذي استمر طويلا في طور المناشدات والطلبات والتظاهرات، وكلها يعني مطالب مشروعة. الحديث كان منذ فترة على توحيد سلم الرواتب وكيفية تنفيذ هذا القرار، ودائما ما تسأل الحكومة ما هي الإجراءات، يسأل الأخوة والأخوات في مجلس النواب. من باب الشفافية والوضوح، هناك لجنة شكلت لهذا الغرض وعدت دراسة مفصلة، لكن خلاصة هذا العمل، عمل اللجنة، انتهينا أمام إشكالات قانونية حتى نذهب إلى توحيد سلم الرواتب بين موظفي الدولة العراقية. لازم نلغي 34 نوع من المخصصات التي سبق وأن أقرت بموجب قوانين. هذه كلها مخصصات، وهذه كلها حقوق مكتسبة. يعني حتى نروح للتوحيد لازم نلغي هذه المخصصات، وسبق وأن حاولت الحكومات السابقة لكن جوبهت برفض شديد. بنفس الوقت ليس من المنصف أن نتفرج على الدرجات الدنيا في سلم الرواتب. اليوم نتحدث عن الدرجة العاشرة 170,000 الراتب الاسمي، مع مخصصاته يمكن مع الزوجية والشهادة يجوز ما يتجاوز 250,000. هذا 250,000 البن ينطيها في هذه الظروف المعيشية، في ارتفاع ظروف المعيشة ووضع الخدماتي والأمور الحياتية المختلف. اليوم احنا راتب شبكة أو الإعانة النقدية لشبكة الحماية الاجتماعية صار الحد الأدنى تجاوز 350 إلى 300 350.